صحيح، خلينا أخذك إلى هذه القصة الغريبة اللي حدثت في جمهورية مصر العربية، إذ قامت فتاة بإنهاء حياة سيدة لمجرد أنها رفضت زواج ابنها من الفتاة. زي ما بيقولوا يعني يمكن من الحب ما قتل. إيش رأيك يا رؤى، ممكن توصل والله يا لهذه ريم، الدرجة؟ هو الخوف من الغضب، الإنسان نعم وقت ما يعني يكون في مرحلة عالية من الغضب للأسف يكون معمي، غير مدرك، غير واعي للتصرفات. فمن الحب ما قتل أو هذا، أنا أشوف أنه بصراحة يعني بالعكس، إيش اللي استفدتي؟ هي كانت لحظة غضب صارت فيها ردة فعل، فعشان كده دائما نحاول أنه في وقت غضبنا ما نسوي فيها ردة فعل، لا يعني نقعد مع حالنا شوي، نهدى شوي، بعدها ممكن أعمل بلان بي وأروح أتجوز الولد، ترى ما هي بس زي ما مشكلة. ذكرت لحظة الغضب الناس دائما تستعجل، يعني ما تفكر على المدى الطويل، ما في صبر. يعني عشان كده الواحد لازم يتحكم بنفسه، بقراراته، بانفعالاته، تحديدا في لحظة الغضب ممكن يسوي أي حاجة. هي ما هي بالساهل، لكن الإنسان الواعي الصح ريم مظبوط يعرف كيف يقيد هذه المشاعر، لازم مظبوط يعرف يقيدها، لأنه زي ما نقول في أشياء تصير لا يحمد عقباها، مظبوط فبالتالي أنا في الغنى عن هذه المواقف.